الغرافة القطري مع الوحدة السعودي عند 5 مساء، وبرقان الكويتي مع المجمع الرياضي الجزائري عند 7:30 في مباراتي الدور نصف النهائي لهذه البطولة التي تتواصل حتى يوم الخميس المقبل. إذن نحن بانتظار بدء مباراة عمان الأردني وفريق نادي المجمع الرياضي البترولي الجزائري، وبعد لحظات سيكون زميلنا صايل غبين حاضرا في النقل المباشر لأجواء هذه المباراة التي ستكون إن شاء الله حاسمة على لقب هذه البطولة. من يفوز، نذكر، من يفوز في لقاء عمان والمجمع الرياضي البترولي الجزائري سيكون ربما هو الأقرب للفوز بلقب هذه البطولة. إذن لحظات وأنقل الميكروفون إلى الزميل العزيز صايل الغبين للتعليق المباشر على أجواء هذه المباراة، وستكون محللة بجانبه اللاعب والمدربة والإدارية أكيد رشا عبيدات بجوار زميلنا صايل الغبين. وسيكون أيضا معنا الدكتور معتصم الخطاط عضو اللجنة المنظمة ونائب عميد كلية علوم الرياضة في جامعة مودة. مباشرة إلى الزميل صايل الغبين وأجواء ومراسم دخول الفريقين العربيين الشقيقين عمان والمجمع الرياضي البترولي الجزائري. سيداتي أنساتي سادتي أهلا وسهلا بكم عبر قناة الأردن الرياضية، ونشكر الزميل محمد قدري حسن في أرضية الملعب. إذن الليلة يلتقي فريقان نادي المجمع البترولي الجزائري مع نادي عمان الأردني ضمن بطولة الأمير فيصل بن فهد العربية الرابعة للأندية أبطال الدوري للسيدات عمان. هذه البطولة التي تجمع الأندية العربية هنا في صالة الأميرة سمية. لحظات إن شاء الله وتبدأ هذه المباراة التي سوف نتعرف على تشكيلة كلا الفريقين. نادي عمان يدخل هذا اللقاء بعائشة المجالي برقم 66، دينا الديسي 3، أماني الجمالي 4، لين صالح 5، تالا الفقهة 7، لارا أبو شيخة 9، فاتن الحمايدة 10، لهاد الرواشدة 13، سارة الحلبية 19، هنادي الجر بالرقم 26، ديانا صندوقة 70، براء الرشدان 86، يانا ستيناكو 89، ليما أبدا 90، سارة الفقهة 91، روزانا أحمد 94. بينما نادي المجمع البترول الجزائري يدخل هذا اللقاء بسهام حميسي بالرقم 6، تنيهان صالحي بالرقم 1، إلهام إغريزي بالرقم 2، سيرين يليس بالرقم 3، سارة بنابي بالرقم 4، أمال حمراوي بالرقم 7، صيبين بن صافية بالرقم 9، سهيلة عبد القادر بالرقم 12، أميرة ميولدي بالرقم 14، ورانيا علاق 17، إيمان دراج 19، تسعيدات ولد طالب بالرقم 77، مريم بوكعبان 86، أحلام بو هلال بالرقم 90، هند بن عبد العزيز بالرقم 99. مدربا الفريقين نادي عمان نادر سلامة يساعده مها حرز الله، فيما نادي المجمع البترولي الجزائري
يدربه عبد الله فتاح مولاوي ويساعده عز الدين خادالي. أما حكام هذا اللقاء فمن الكويت ثامر شكونني أحمد المطوع، ومن الأردن أمجد فتح الله المعشر، محمد الدويسان الكويت، هادية بالحسين تونس، فيما حكام الاحتياط منصور السويدي وخالد الشيب من قطر. أيضا نرحب بمحللي القناة الرياضية لهذه البطولة ولهذه المباراة الدكتور معتصم الخطاطبة عضو اللجنة المنظمة ونائب عميد كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة، وكذلك أيضا اللاعبة رشا عبيدات كابتن منتخب السيدات لكرة اليد ومساعدة مدرب وطني ومدربة مراكز الواعدين ولاعب نادي حارثة ومدربة نادي كفر مشوم. لحظات إن شاء الله وتبدأ أحداث هذا اللقاء الذي نتمنى فيه التوفيق للفريقين، ونتمنى أيضا لفريق نادي عمنان أن يكون حاضرا في هذه المباراة وأن يقدم المستوى المأمول وأيضا المستوى المطلوب وأن يظفر بالنقاط نقاط هذا اللقاء. الفريقان يمتلكان 6 نقاط، وبالتالي فالطموح والأمل يحدو كلا الفريقين من أجل كسب نقاط هذا اللقاء، وبالتالي الفائز من هذه المباراة سوف يضمن بنسبة كبيرة الفوز بلقب هذه البطولة. إذا الآن الفريقان ما يزالان يستعدان لخوض هذا اللقاء. حضور جماهيري هنا في صالة الأميرة سمية، هذه الصالة التي تحتضن بطولة الأمير فيصل للرجال والسيدات. إذن دكتور معتصم الخطاطبة، نتمنى أن نشاهد مباراة تليق بنادي عمان وتليق أيضا بالضيف نادي المجمع البترولي الجزائري. طبعا هذه المباراة هي القمة الثانية في البطولة، المباراة الأولى جمعت المجمع الجزائري ونادي حرثة وخسر فريق حرثة بفارق 5 أهداف، دليل أنه كانت المباراة قوية، ونتمنى الآن أن تكون مباراة أيضا تنافسية بين ممثلنا الثاني نادي عمان اللي هو حصل برضو على المركز الثاني في الدوري الأردني. وأيضا رشا عبيدات كلاعبة وكمدربة، كيف تنظرين إلى هذا اللقاء وما هو المطلوب من سيدات نادي عمان للفوز بهذا اللقاء؟ أول إشي بشكرك أستاذ على هذا اللقاء. أول إشي المباراة الفريق الجزائر البترولي ونادي عمان مباراة راح تكون لها طابع خاص، الفريقين ما عدتهمش أي خسارة في المباراتين اللي أدوها. مطلوب من نادي عمان عدم التسرع في إنهاء الهجمة، يدور كرة، يعتمد على الاختراقات. فريق الجزائر فريق دفاعه منظم سريع في نفس الوقت. نتمنى انه فريق عمان يعني يؤدي مباراة جميلة ورائعة تليق بمستوى كرة اليد الأردنية. إذن نتمنى ذلك، ونتمنى ان يكون نادي عمان حاضرا في هذه المباراة وان يقدم المأمول والمطلوب للفوز بهذا اللقاء. الآن المحاولة وايضا الخطأ، خطأ لمصلحة سارة الحلبية. هنا المحاولة الآن على الجهة اليمنى، تصويبة ولكن لخارج الملعب، كانت هناك التصويبة من ليما أبدأ ولكن لخارج الملعب. شاهدوا الانطلاق السريع وشاهدوا أيضا القوة التي تمتلكها لاعبات نادي المجمع الجزائري، هذا الفريق الذي يعتبر من أقوى الفرق المشاركة في هذه البطولة. ونتمنى إن شاء الله أن تستفيد كرة اليد العربية والأردنية من الاحتكاك مع هذه الفرق التي لها صولات ولها جولات ولها خبرات طويلة في عالم كرة اليد. كرة اليد الأردنية حقيقة بدأت بالنهوض وبدأت بالحضور في البطولات الإقليمية وفي البطولات العربية، ونتمنى إن شاء الله التوفيق في هذه البطولة. وهنا أولى أهداف هذا اللقاء من سارة بنابي،
اذا ساره فنابي تسجل اولى اهداف هذا اللقاء. يانا استينيكو حاولت بالكره السابقه ولكن اولى اهداف اللقاء من ساره فنابي احد افضل لاعبات الفريق الجزائري. هنا المحاوله شاهدوا التنظيم وشاهدوا ايضا التغطيه والهجمه الخاطفه السريعه. الان لاعبتان للاعب حارس المرمى وهدف هدف في هذه اللحظات. نتمنى ان شاء الله دكتور معتصم ان يبقى التركيز وان لا نتسرع في انهاء الهجمات وان يكون هناك يقظه وحذر في المناطق الخلفيه. نعم، فريق عمان يجب عليه ان يطيل زمن الهجمه من اجل الدخول في المباراه نفسيا، وايضا يجب عليه ان يمنع الهجوم الخاطف السريع للفريق الجزائري، لأن الفريق هذا معظم الاهداف الذي يحرزها من هجمات خاطفه تدل على مدى اللياقه البدنيه التي يمتلكها هذا الفريق ومدى الجاهزيه التكتيكيه والفنيه لديه. اذا نتمنى ان شاء الله ان تكون الذهنيه لدى لاعبات منتخبنا وان يكون ايضا القدره على التسجيل والوصول ل مرمى النادي الجزائري. هنا ايضا الخطأ والكره على الجهه اليمنى والمحاوله الان من جانب لاعبات فريق نادي عمان. لارا ابو شيخه، ديانا صندوقه، شهدوا الضغط على اللاعبه حامله الكره وبالتالي هذا ما يحول دون الوصول لمرمى الفريق نادي الجزائري. وهنا ايضا التصدي، التصدي الجميل من حارس المرمى سهيله عبد القادر، وهنا ايضا تصويبه ولكن خارج الملعب. كانت المحاوله بالتصويب من الهام غريسي، الهام غريسي حاولت ولكن الكره للخارج. نتكلم الان عن هدفين لنادي المجمع الجزائري ونادي عمان ما زال يحاول، ما زال يريد الوصول لمرمى النادي الجزائري ولمرمى سهيلة عبد القادر. والآن المحاوله من ساره الحلبيه، محاولات وكرات وهنا تصميم وبرافو برافو ساره الحلبيه. ساره الحلبيه اذا توقع على اولى اهداف نادي عمان، وهنا ايضا مخالفه المشي بالكره وبالتالي اذا تتحول الهجمه من جديد لمصلحه نادي عمان. الان نشاهد العودة والروح والحالة المعنوية بدأت ترتفع لدى لاعبات نادي عمان. نعم أستاذ، المباراة بلشت نادي عمان يأخذ على وضع المباراة، الأجواء المباراة، فريق جزائري بدافع بكل قوته، بضغط على اللاعب المستحوذ على الكرة، بحاول ما يخلي لاعب تفوت جوا منطقة الستة، دلالة على أنه دفاعه قوي جدا. فريق عمان يعني الخط الخلفي شوي مسكر معه، يعتمد على لعبة الدائرة في فتح ثغرات من أجل التمكن من هاي فاصة الهجوم خاطف لفريق بترولي وهدف. يعني حقيقة هدف بالمجان، نتيجة خطأ لاعب ما أخذت الكرة. أن يكون لاعبات نادي عمان بالتركيز الكامل وأن يكون هناك إن شاء الله الحالة المعنوية حاضرة هنا في هذا اللقاء وأن يقدم الفريق المستوى المطلوب. نادر سلامة أعد العدة وأعد أيضا الخطة المناسبة لفريق نادي المجمع البترولي، هذا الفريق الذي يتميز بالتاريخ ويتميز أيضا بالحضور القوي في هذه البطولة. شاهدون اللقطة وهنا أيضا هدف، هدف يأتي عن طريق أمال حمروني. أمال حمروني حقيقة نشاهد أن هناك أخطاء دفاعية قاتلة عند فريق نادي عمان. نعم، فريق عمان الآن المدرب طلب وقت مستقطع لكي يتدارك الأخطاء، وكما ذكرنا يجب عليه أن لا يعمل على اتساع الفارق بينه وبين الفريق وبين الفريق الخصم. لاحظ انه ثلاث اهداف من الاهداف الاربعه للفريق الجزائري حدثت من هجوم خاطف، هذا يدل على ان فريق عمان يعيب عليه سرعه الارتداد لمواقع الدفاعيه الخلفيه، واعتقد انه بحاجه الان الى التركيز وتعليمات المدرب بحيث يتم هناك وتشجيع اللاعبات بعوده الى منطقه الدفاع بشكل سريع.
إذا إن شاء الله يستطيع المدرب نادر السلامة أن يلملم الأوراق وأن يقوم بمعالجة الأخطاء، لا سيما الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها الفريق، ونتمنى إن شاء الله العودة الميمونة فيما تبقى من دقائق من هذا الشوط. النتيجة الآن 4 أهداف لهدف، وبالتالي الفريق نادي عمان بإمكانه العودة، بإمكانه الرجوع بقوة في هذا اللقاء، وأن يباغت نادي المجمع البترولي بهجمات منظمة. وهنا هذه الكرة والمحاولة وأيضا خطأ لمصلحة ديانا صندوقة لاعبة نادي عمان. هذا الفريق الذي يمتلك 6 نقاط ويسعى أيضا للفوز الرابع له في هذه البطولة أمام فريق قوي، فريق متماسك، هو فريق المجمع الجزائري. وهنا أيضا خطأ، ونشاهد البطاقة الصفراء على لاعبة نادي المجمع سهام حميسي. وهنا نادي عمان والمحاولات المتكررة، ديانا صندوقة تبادل للكرات، ولكن أيضا الخطأ من ثامر إشكولوني حكم الكويتي الذي يقوم على تحكيم هذا اللقاء. فاتن الحمايدة، كرات ومحاولات، سارة الحلبية، ولكن أيضا الخطأ كما يقول الحكم، وبالتالي الهجمة تتحول من جديد لفريق نادي المجمع الجزائري. نتمنى أن تعالج الأخطاء وأن نقف على الأخطاء التي حدثت، وأن يقوم المدرب محمد فضل مدرب نادي عمان بمعالجة هذه الأخطاء، لا سيما ونحن الآن نتحدث عن 8 دقائق تقريبا مرت من أحداث هذا اللقاء ومن أحداث الشوط الأول، وبالتالي مرحلة جس النبض. ونتمنى إن شاء الله أن تعود الحالة الذهنية والتركيز لنادي عمان، وأن يكون هناك مباغتة نادي المجمع الجزائري بأهداف وبهجمات وبتصويبات، وبالتالي العودة للمباراة. شاهد هنا أيضا الهدف يأتي عن طريق سهام حميسي لاعبة نادي المجمع، والتي تسجل الهدف الشخصي الثالث لها في هذه المباراة. يجب أن يكون هناك رقابة لصيقة على هذه اللاعبة التي تصول وتجول وتسجل العديد من الأهداف مع الدقائق الأولى من هذا الشوط. والله الفريق الجزائري مش لاعب واحد اللي بيلعب، الفريق كله عم بيلعب بنفس الرتم، نفس الفورمة الرياضية. يعني اللاعب سهام لاعب مميزة، لكن باقي فريق الجزائري لاعبات يعني ما شاء الله عليهم. عندك لاعب رقم 7، لاعبة تونسية محترفة عندهم في صفوف الجزائر، لاعبة رائعة جدا، تمتلك مهارات عالية في التصويب، لاعبات يمتلكون السرعة، القوة البدنية، البنية الجسمية موجودة عند لاعبات الجزائر. مش عم يفتحوا مجال لأي لاعبة في الدخول جوا منطقة الستة، فتركيزهم على الدفاع قوي في حال الهجوم الخاطف للفريق. ما هي الطريقة المثلى الآن لعودة فريق نادي عمان للمباراة وتقليص الفارق؟ أتوقع أنه المفروض يفتحوا الأجنحة، يفتحوا على زاوية الصفر، يعطوا باصات، يقص الجناح، لا يلعب وينزل اللاعب يقص على الدائرة، يعني يلعبوا لاعبتين على الدائرة في سبيل أنه دفاعات الفريق الجزائري يتقدم للأمام ويفتح مجال للاعب في الدائرة في إسقاط كل لاعبات الدائرة. نتمنى إن شاء الله أن تسمع اللاعبات ما قالته رشا عبيدات، وأن نشاهد مباراة قوية لفريق نادي عمان. وهنا نشاهد أيضا الإبعاد ولمدة دقيقتين على ناهد الرواجدة تغادر الملعب بالإبعاد ولمدة دقيقتين. وهنا نشاهد أيضا رمية 6 أمتار. وهنا تسجيل وهدف، إذا هدف عن طريق سهام حميسي، سجلت هدف برمية 7 أمتار، وبالتالي الآن نتحدث عن 6 أهداف مقابل هدف، وما زال الفريق عمان صائما عن التسجيل لغاية الدقيقة 11.
الحقيقة ما يميز فريق نادي المجمع البترولي الجزائري هو التنظيم الدفاعي، الرقابة اللصيقة التي تحول دون أن تصنع لعبات نادي عمان الخطورة على مرمى سهيلة عبد القادر. هنا محاولة بالتصويب، ولكن شاهدوا السرعة وشاهدوا آمال حمروني تسجل أيضا الهدف السابع. آمال حمروني هذه اللاعبة السريعة التي تمتاز بالمرونة وتمتاز أيضا بالتصويبات القوية تسجل الهدف الثاني لها في هذا اللقاء وفي هذا الشوط. هذه هي سهيلة حمروني، إذن 7 أهداف مقابل هدف، ونادي عمان مطالب في هذه الدقائق بمعالجة الأخطاء وأيضا الوصول لمرمى وشباك سهيلة عبد القادر. يجب أن نقلص الفارق، أن نشاهد أيضا التنظيم الدفاعي، وأن نشاهد أيضا الهجمات والتصويبات، ونشاهد أيضا امتلاك الكرة والتمريرات السريعة للاستفادة من ذلك بالعودة بالنتيجة وتقليص الفارق. نتكلم الآن عن فارق 6 أهداف، 7 أهداف مقابل هدف. وهنا المحاولة، أماني الجمالي تحاول، ولكن الكرة والهجمة تتحول من جديد عند سهام حميسي. سهام وهنا محاولة وهدف، هدف لمصلحة المجمع الجزائري. سارة بنابي تحرز الهدف الثامن لفريق المجمع الجزائري، فريق قوي وفريق يمتلك من اللاعبات ذوات المهارات العالية في التصويب وكذلك أيضا في التنظيم الدفاعي القوي لهذا الفريق. وبالتالي الآن الفارق نصل إلى 7 أهداف. إذا لاحظت أنه المباراة قبل أخذ الإيقاف الدقيقتين كان فريق عمان لم يجد أي حلول للهجوم، فكيف وإذا كان في نقص عددي ب5 لاعبين؟ الأخطاء المتراكمة في فريق عمان وهو عدم قدرته على الدفاع والعودة للمراكز الدفاعية بشكل سريع أدى لاتساع الفارق عن طريق هجمات سريعة وهجمات مرتدة من الفريق الجزائري مع تميز شامل لجميع لاعبات الفريق. وأعتقد أن المباراة إذا سارت بهذا المسار سوف يكون هناك فارق كبير، وأنا لا أتمنى هذا حقيقة، نحن لا نتمنى ذلك. وهنا أيضا تصويبة ورمية 7 أمتار التي رجعت فيها تالا الفقهاء، تالا الفقهاء تسجل هدف، هو الهدف الثاني لنادي عمان. الآن المطالبة بالرقابة اللصيقة، ونتمنى إن شاء الله أيضا العودة السريعة للمباراة وتقليص الفارق. الآن المجمع الجزائري يحاول بهجمة من الجهة اليمنى، وهنا كرة وهدف، هدف بشكل جميل من هند بن عبد العزيز. إذن هند بن عبد العزيز ترتقي، يعني لاحظ الفريق الجزائري لديه كل الحلول، يستغل الضاربين، صانع الألعاب، لاعبي الأجنحة، في حين عمان يصر للآن من الاحتراق من العمق ولم يتم استغلال أي نوع من أو أي لاعب من لاعبي الأجنحة للأسف. إذن نتمنى إن شاء الله أن تكون هناك فاعلية لجميع أدوات ولاعبات نادي عمان، وأن تكون هناك تنويع في الهجمات، وأن يكون هناك أيضا المنسوب التهديفي. نتكلم الآن عن هدفين، وهنا أيضا نادي المجمع الجزائري يسجل الهدف العاشر. وحقيقة نطالب الفريق بأن يقدم صورة لكرة اليد الأردنية، وأن يقدم أيضا الفريق مستوى متميز كما عهدنا ذلك لنادي عمان، ولكن الخسارة بعدد كبير من الأهداف وبهذه النتيجة. وهنا محاولة وتصدي رائع، تصدي رائع من سهيلة عبد القادر، هذه اللاعبة التي تصدت وأبدعت في التصدي للعديد من الكرات. وهنا محاولة من الجهة اليسرى، ولكن الكرة لخارج الملعب.
اذا بتلاحظ استاذ يعني قبل شوي لاعبه الجارد مرت لاعبه لاعبتنا على الدائره، دلاله على انه دفاع الجزائري ما انتبه للاعبه اللي على خط السته، فسلمت باص اخذت كره وسلمت بس ما توفقت في انها تجيب هدف. لكن بتمنى انه نادي عمان ما يستعجل في انهاء هجمته، هذا هجوم خاطف سريع لكن مرت بسلام. فريق الجزائري فريق بيلعب بثقه عاليه، عنده لاعبات مميزات ورائعات، الجمله التكتيكيه في بالهجوم يعني منظمه، عنده زي ما تفضل الدكتور معتصم عنده جميع الخيارات جميع الحلول، ما فيش شيء صعب عليه، من اي مركز عم بيسجل وعم يخترق. وهي رمي الجزاء لفريق عمان، بتمنى انه يكون تصويبها في المرمى. يعني حقيقه عندما نشاهد فريق نادي عمان يباغت فريق نادي المجمع الجزائري بهجمات منظمة، وعندما يكون هناك أيضا تنظيم في الحالة الهجومية نشاهد أيضا هجمات خطرة، لا سيما عند سارة الحلبية أبرز لاعبات نادي عمان. أبرز لاعبات نادي عمان دينا صندوقة رقم 70، وفي لاعبة محترفة عند نادي عمان اللي هي رقم 4 أماني، ولاعبة الحارس كمان لاعبة مميزة. إذا وأيضا نشاهد الهدف يأتي عن طريق هند بن عبد العزيز. أعتقد بحاجة لوقت مستقطع من نادي عمان الآن، وقام المدرب بطلب وقت مستقطع. الفريق الجزائري كما ذكرنا فريق متكامل، وأيضا أعتقد أنه لم يعطي أي فرصة لفريق عمان أن يدخل في جو المباراة ويبقى على يعني قرابة منه بالأهداف. أعتقد الدقائق القادمة ستعطي يعني نوع من الموازنة في المباراة، ولكن أعتقد أن الفارق سيتسع. نحن لا نتمنى ذلك، لا نتمنى ولكن كتحليل فني للمباراة أنت تتحدث عن فريق يعني لنمدح فريق عمان في بعض الشيء، أنه فريق هو يغيب كثيرا عن المشاركات الخارجية. يعني أعتقد أنه هذه مشاركة منذ 5 سنوات لم يشارك أي فريق أردني في منافسات خارجية خارج الأردن، فبالتالي يوجد لدينا قلة من الخبرة عكس الجزائريات، تجد أنهم كل عام يشاركوا في بطولة أو أكثر من بطولة، ومثل الفرق الأفريقية صراحة دائما تمتاز في الخبرة الكبيرة في المباريات، وتجد دائما يوجد بديل. لاحظ الـ 14 لاعب، أي لاعب بدخل على المباراة تجده صاحب كلمة وصاحب قدرة على تحقيق أهداف ومزيد من الأهداف. يعني إذا تكلم عن اتحاد كرة اليد فقد أحسن صنعا عندما أتى بهذه البطولة وهذا التجمع الذي من خلاله تكون هناك احتكاك وتبادل للخبرات. كنا نتمنى أن يكون أيضا الأندية الأردنية للرجال مشاركة، ولكن الظروف الصعبة التي تعاني منها الأندية حالت دون المشاركة في هذه البطولة، ولكن نادي حرثة ونادي عمان تصدى لهذه المهمة وشاركا وأيضا سجلا حضور في المباريات السابقة. لكن أنت تتحدث عن نادي المجمع الجزائري، هذا الفريق العريق، هذا الفريق القوي الذي يمتلك جميع الأدوات التي يتحرك من خلالها في أرضية الملعب، وبالتالي الآن نشاهد نتيجة كبيرة، نتكلم عن 11 هدف مقابل هدفين. نحن حقيقة نريد أن يكون الفريق نادي عمان وأن يقدم صورة جيدة لكرة اليد الأردنية التي بلا شك وبلا منازع أنها سوف تستفيد من هذه البطولات ومن هذه الاحتكاكات ومن هذه الخبرات. وهنا نوجه أيضا السؤال الآن لرشع بيدات، ما هي الفوائد المرجوة لكرة اليد سيما كرة السيدات في هذه البطولة؟ أول شيء ما أحكي عن الصفات، يعني بدي أعلق على مباراة الفريق الجزائري مع فريق نادي حرثة، صراحة كانت مباراة رائعة جدا. فريق حرثة جارة فريق الجزائر من أول دقيقة لغاية الشوط الأول، انتهى فريق 3 أهداف، كانت المباراة جول بجول هدف بهدف، كان في دفاع قوي صراحة. الفريق الجزائري فريق حرثة أحرج الفريق الجزائري في بداية الشوط الأول في لقائهم، لكن قلة الخبرة عند لاعباتنا وقلة الإمكانيات وقلة الاحتكاك اللي أنا بحكي عنه أدى إلى يعني فوز فريق الجزائر. لكن فريق حرثة يعني أبدع في مباراتهم مع الجزائر، مباراة كانت رائعة جداً.
الصفات اللي عند اللاعبات، يعني يكون عندهم قوة، سرعة، البنية الجسمية، المهارة. احنا تنقصنا المهارة، مهارة اللاعبات، مهارة ضعيفة، قلة الاحتكاكات، قلة الـ 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 الاحتكاك ما بين البطولات، فيش مشاركات خارجية للاعبات، أدى إلى أن يكون عندنا ضعف في الإمكانيات. هذا هدف رائع عند اللاعبة ناهد، لاعبة منتخب وطني، لاعب مميزة. أتوقع أن يفتح اللعب إذا بركزوا على هاي اللاعبة ناهد الرواجدة، إيدها حلوة على الشوت، ممكن تعمل لنا إشي كويس لفريق نادي عمان إن شاء الله. ونحن دائما وأبدا نقول أن قوة الأندية تصب في قوة المنتخبات، وبالتالي أن يجب على اتحاد أن يضع اليد على الجرح وأن نلملم الأخطاء وأن نحاول معالجتها والوقوف على مشاركات دائما أبدا تكون قوية. هنا المجمع الجزائري يحاول، ولكن أيضا تصدي وبشكل قوي من رديانا استيناكو، وهنا تصويبة قوية وهدف، هدف لنادي عمان. الآن بدأنا العودة، بدأنا نشعر بأن الحالة المعنوية بدأت ترتفع عند لاعبات نادي عمان. نعم، دائما الفريق الذي يحرز هدف ويكرر بهدف لاحق ستصبح المعنويات أعلى. ولاحظ الكلام اللي تحدثت فيه الكابتن رشا أنه عملية استغلال اللاعب الأجنحة في عملية أنه يدخل لمناطق الست أمتار سوف تعزز من فرص نادي عمان في إحراز الأهداف، لأنه عملية التركيز على الضاربين الخلفيين لاعبين أصبحوا مكشوفين بالنسبة لفريق النادي الجزائري من خلال اطلاعهم على المباريات السابقة، مما أدى إلى عمليات يعني عمل دفاع قريب منهم مما أضعف من قدراتهم. وأتمنى أيضا أن يكون هناك في توفيق لحارس مرمى نادي عمان، وعملية أنه يعزز الحالة النفسية من الفريق من خلال التصدي لمجموعة من الضربات. الآن نشاهد المباراة هدف بهدف، ونتمنى أن يبقى هذا الحال عند لاعبات نادي عمان. وهنا محاولة للفريق الجزائري، ولكن الهدف ملغى، والحكم إذن يحتسب خطأ لإلهام إجريزي لاعبة المجمع الجزائري، وبالتالي إذن النتيجة ما تزال 14-5، ونتحدث عن 8 دقائق تقريبا على نهاية مجريات الشوط الأول. وحقيقة مما نلاحظه هنا في صالة الأميرة سمية هو التواجد الجماهيري الذي يشجع ويؤازر كلا الفريقين، ونشاهد أيضا تواجد جزائري لتشجيع نادي المجمع الذي يشجع ويؤازر الفريق. طبعا فريق الجزائر المدرب أشرك أكثر من لاعب حاليا في بدل الفريق الأساسي ببعض اللاعبات. طبعا الفريق الأساسي نفسه فريق اللي عم بلعب مش عم بتميز من اللاعب اللي دخلت أول الفريق، دلالة على نفس المهارات، نفس الخبرة. فريقنا لا يرحم، ما برحم فريق الجزائري، ما برحم. لكن أيضا نشاهد أن اللاعبة صوبت الكرة ثم عادت الكرة إليها دون أن يكون هناك أي مضايقة، ودون أن يكون هناك أي راجع، ما في إلمام على الكرة، ما في استحواذ على الكرة من لاعباتنا. حاسم مستسلمات، يعني إنه هدف بيجي علينا مش عم بقاتلوا على الكرة. بشوف اللاعبة التونسية يفترض تكون لاعبة جارد، لأنه مش عم تصل الكرة للأجنحة صراحة. لو بيستغلوا الأجنحة كان ممكن طلع لعب الجناح فاضية، بس ما استغلوا، مصرين على البوابة الأمامية باقتحام، وهذا راح صعب المسؤولية عليهم صراحة. إذن الآن المحاولة وتصويبة وهدف، هدف لمصلحة نادي عمان، هدف يأتي عن طريق عائشة المجاري. وشاهد الارتقاء والتصويب في الجهة اليسرى لمرمى وشباك سهيلة عبد القادر نادي المجمع الجزائري الذي دائما وابدا يعود ويصوب ويسجل. الفريق الذي يمتاز بالسرعه، يمتاز بالمرونه، يمتاز بالهجمات السريعه من كافه ارجاء الملعب. وهنا تصويبه ولكن لخارج الملعب، والحكم اذن يشير لخطا. ونشاهد ايضا بطاقه صفراء على تالا الفقهاء
وأيضا رمية السبعة أمتار. طبعا نحن لا نريد أن نبرر، يعني إحنا مجرد ناس من نحلل المباراة. أعتقد أن العمر التدريبي لنادي عمان يشفع له على هذا الفارق، وأعتقد أنه مجموعة اللاعبات لديه لاعبات صغار في السن، الزمن التدريبي لديهن أعتقد أنه زمن قليل مقارنة باللاعبات الجزائريات. هذا بدوره يعني عمل على هذا الفارق الكبير بين الفريقين، لكن إن شاء الله مزيد من المشاركات، مزيد من البطولات سوف تعطي الفرق الأردنية القدرة على المنافسة العربية وإحراز نتائج متقدمة. والآن الاتحاد الأردني بقيادة الدكتور تيسير المنسي أنشأ ما يزيد عن 20 مدرسة تعليمية للصغار بهدف الارتقاء بمستوى كرة اليد وإعداد فرق ناشئة تستطيع أن تجاري الفرق العربية والآسيوية مستقبلا. حقيقة ولا سيما أن استضافة مثل هذه البطولات هي فرصة كبيرة لدى لاعبينا ولدى الأندية لاكتشاف وأيضا اكتساب الخبرات والاحتكاك مع فرق قوية وفرق لها صولات وجولات في بلدانها، وفي أيضا المشاركة في بطولات إقليمية قوية. نتكلم عن المجمع الجزائري، وبالتالي إذا الآن الفريق هو من يستحوذ على الكرة ومحاولة هنا للتصويب والتسجيل، ولكن أيضا خطأ لمصلحة سهام حميسي أبرز لاعبات نادي المجمع. هنا محاولة للتصويب، ولكن أيضا نشاهد الآن نادي عمان الآن بدأ بالتنظيم الدفاعي في المنطقة الخلفية، وهنا تصويبة وتصدي بشكل رائع من يانا ستيدورو. يعني هذا ما تحدثت عنه، الحارس يعطي زخم نفسي لفريق نادي عمان في مثل هذه التصديات، فمثل هذا الحارس نكون له كل التقدير والاحترام على الجهد اللي بيبذله في المباراة من أجل تشجيع لعباته، لكن في حال تعرضه لهجمات مرتدة بهذا الشكل أعتقد أنه لن يكون قادر على تقديم أي دعم معنوي للاعبات. حقيقة نشاهد أيضا سرعة تنفيذ الهجمات وسرعة الوصول لمرمى نادي عمان، دائما وأبدا ما تكون بالسهولة، وبالتالي إذن الآن الهجمة والمحاولة عند ديانا صندوقة، ومحاولة للتصويب ولكن أيضا الخطأ. يعني كدراسة بسيطة تجد أنه الفريق المجمع الجزائري ينهي المباراة بأقل زمن، بأقل عدد من الثواني، في حين يحتاج فريق عمان إلى زمن أكبر. وأنا أعتقد أنه من حسن التكتيك أن يحصل فريق عمان على زمن أكبر في الهجمة من أجل عدم توسيع الفارق بينه وبين الفريق الجزائري. نتمنى أيضا أن يكون الشوط الثاني شوط مغاير لما كان عليه الشوط الأول، وأن تكون أيضا عودة من نادي عمان بتقليص الفارق ومجاراة نادي المجمع الجزائري. وهنا أيضا الخطأ، سهام حميسي تصوب ولكن أيضا تصدي من يانا سيتينكو، وبالتالي الآن الهجمة تتحول من جديد لنادي عمان. نتكلم عن دقيقتين على نهاية الشوط الأول من هذا اللقاء. ديانا صندوقة محاولة عند عايش المجالي وأيضا الخطأ. حكام هذا اللقاء نادر ثامر شكروني، أحمد المطوع، أمجد فتح الله، محمد دويسان، هادية بالحسن. من جديد سهام حميسي، سيرين إيس، محاولة للتصويب، وأيضا هناك عقوبة دقيقتين للاعبة عمان، لأنه عملية يعني الدفاع كانت من الخلف، وكانت هناك يعني مبالغة في هذا الدفاع صراحة، كان دفاع يعني متهور، دفاع لا يدل على الخبرة للأمانة. وبالتالي إذا نشاهد أماني الجمال الآن تخرج بالإبعاد ولمدة دقيقتين، ولا مدرب محمد فضل مدرب نادي عمان يتابع وما زال يعطي الإرشادات والتنبيهات عودة للمباراة. وهنا أيضا الحكم يقول أن الكرة لمست إحدى لاعبات نادي عمان، وبالتالي الكرة من جديد
وهنا ايضا محاوله عند سهام حميسي على الجهه اليمنى سيرين إيريس. حقيقه بدانا الان نشاهد تنظيم دفاعي لنادي عمان، وبدانا نشاهد ان فريق نادي المجمع بدا يعاني للوصول لمرمى يانا. نعم، في حال اعتماد الفريق الجزائري على الهجوم المنظم سيعاني من اجل اهداء من اجل احراز هدف، لكن معظم الاهداف وبنسبه تفوق 50% من اهداف الفريق الجزائري جاءت من هجوم خاطف. هجوم خاطف يعني عدم السماح لفريق عمان بالعوده الى مناطق الدفاعيه، وحالات انفراد كما نلاحظ الان، حالات انفراد بين لاعبات الفريق الجزائري وحارس المرمى الاردني الذي يتميز في هذه الصده. واعتقد ان الحارس الان انقذ الفريق بما يزيد عن 6 اهداف كانت ستوسع الفارق بشكل اكبر، فتحيه لهذا الحارس المميز. اذا الثواني الاخيره من عمر هذا الشوط، ويجب ان نقوم باستئناف الهجمه بالسرعه الممكنه، وبالتالي اذا نهايه هذا الشوط بتقدم نادي المجمع الجزائري ب 19-8. نتمنى ان شاء الله مع بدايه الشوط الثاني ان تكون هناك عوده قويه لنادي عمان وان يقلص الفارق ويجاري نادي المجمع الجزائري. اذا لحظات واستراحه ما بين الشوطين ونعود معكم مع بدايه الشوط الثاني. شكرا اذا الزميل العزيز صايل الغبيل، تحياتي لكم مشاهدينا الكرام دائما عبر قناه الاردن الرياضيه عبر شاشه التلفزيون الاردني. خساره قاسيه ب8-19، فارق كبير وكبير جدا لمصلحه فريق نادي المجمع الرياضي البترولي الجزائري على حساب فريق نادي عمان الاردني. وشع بيدات يعطيك العافيه. الله يعافيك استاذ محمد. انت كابتن سابق للمنتخب الوطني، مدربه سابقه لكفر سوم، مدربه ولاعبه سابقه في حارثه، مشرفه على مراكز الواعدات، لك خبرة ما شاء الله كبيرة في عالم كرة اليد النسوية الأردنية. أسألك أولا عن تقييمك لأداء عمان في الشوط الأول. أنا شخصيا شاهدت أنها مباراة من طرف واحد، أنها صعبة جدا على فريق عمان. أول شيء يعطيك العافية أستاذ محمد. صح زي ما تفضلت أنت، مباراة عمان والفريق الجزائري فريق يعني مباراة يعني من طرف واحد لأسباب يعني عديدة. أول شيء فريقنا إحنا نادي عمان فريق عناصره يعني تلعب بشابات، عناصره يعني صغيرة في 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 الأعمار. صح هم جابوا محترفتين، لكن الفترة الزمنية للإعداد البطولة ما كانت جيدة لهذه البطولة. فريق الجزائري فريق يحترم، فريق عنده خبرة وجال وفي كثير في البطولات الداخلية والخارجية، فرقهم متطورة عالية جدا، فريق يعتمد على السرعة، مهارات عالية، تنظيم يعني فريقه منظم جدا، لاعباته مميزات، عنده لاعبتين محترفات في تونس، عم بيأدي مباراة حلوة، بيعتمد على الهجوم السريع. هذا رابع انتصار على التوالي ربما لفريق نادي المجمع الرياضي الذي يقولون أنه حجز قبل أن تبدأ البطولة المركز الأول وترك الصراع المراكز من الثاني ولغاية الرابع بين حارثة وعمان ونادي الشرق السوري. نعم، فريق من أول ما بلشت البطولة وهو فريق يعني جاي ياخذ بطولة صراحة، بس بدنا نقول لشغلة، هو مباراته مع فريق حارثة صراحة يعني مباراة كانت رائعة جدا. 36-31 يعني نتيجة وخسارة مشرفة لفريق حارثة. جدا فريق حارثة صراحة أحرج الفريق الجزائري في الشوط الأول، كان المباراة بين فريق نادي الجزائر وفريق حارثة مباراة هدف بهدف، انتهى الشوط الأول فرق 3 أهداف، لكن خبرة اللاعبات الجزائر أدى إلى والبنية الجسمية عند اللاعبات، وعندهم لاعبات ما شاء الله أديهم يعني رائعة جدا في 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 التصويب، لكن نتيجة حارثة مع الجزائر نتيجة رائعة جدا، يعني انبسطنا في هذه النتيجة، كنا نتمنى أنه فريق حارثة يعني يفوز على الفريق الجزائري، لكن احنا الحمد لله يعني الفريق الجزائري فريق يحترم، فريق جاي ياخذ بطوله منظم، عنده لاعبات متكامله، 16 لاعبه الموجودات على ارض الملعب كله جاهز، ما فيش يعني ما مش عم تعرف مين بيلعب مين بيلعبش، فريق يعني كانه لاعب واحد صراحه. مباراه عمان وحارثه يوم الخميس المقبل على المركزين الثاني والثالث ربما. يعني الفريقين صراحه يعني حارثه بطل الدوري، فريق عمان الوصيف، اتوقع تكون مباراه يعني نوع يعني لها نديه في المباراه، بس اتوقع عمل افضل لنادي حارثه، لانه فريق حارثه صراحه معزز لاعبتين، عنده لاعب من تونس ولاعب من مصر. اليوم حارثه فاز على الدرك من جيبوتي ب 32-42. نعم، فريق جيبوتي فريق يعني فريق يحترم، يعني مهاراته قليله جدا،
فريق يعني عم ببلش من البدايه، وفريق حرثة نفس الشيء يعني لعب مباراه جميله، اشرك المدرب اغلب لاعباته في البطوله من اجل ان ياخذوا يعني كل لاعبته. تفضلي معنا. تفضلي. اذا بدي اشكرك يعطيك العافيه. شكرا استاذ محمد. تفضلي معنا. هادي يا بالحسين، اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا. اطلنا عليكي. اهلا بيك. تعيش علينا. لا ما تزعلش، مستحيل عدي وقف. اهلا وسهلا بك. اهلا بك. احنا نستخدم معك ان تكوني معنا بين الشوطين لنستفيد من خبراتك المتراكمه في عالم كره اليد النسويه التونسيه والعربيه وكذلك الافريقيه، وكذلك ايضا انت ناشطه في عالم كره القدم النسويه. هاديه بالحسين من تونس الخضراء، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا بكم، واهلا وسهلا، وانا فرحانه نكون موجوده اليوم في عمان. يشوفوك بتونس. يشوفوني بتونس، يسلم على تونس الخضراء. انا موجوده هون سعيده جدا في هذه الدوره العربيه لكره اليد النسائيه، انا نقول نسائيه لانه كان فيه كان الرجال، كانت يصيروا كثير ادوار كان للرجال. اليوم حاجة كويسة، حاجة باهية، اليوم موجودين معنا نوادي مشاركة، هذا ما يخلي باش يرفع مستوى كرة اليد العربية لأن هي ناقصة الحقيقة بالنسبة للبطولة الإفريقية. البطولة العربية بعيدة، بدنا كان يكونوا الأندية تشارك بكثافة ويكونوا موجودين، هذا التلاحم يكون فيه خبرة، فيه نتائج، ومن هون تبدا الخبرة، لأنه اليوم نشوف المستوى يعني مازال ضعيف. أنت عضو في اللجنة أو نائب رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد العربي لكرة اليد، وأنت كابتن سابق أو هداف سابق على مستوى البطولات الإفريقية، وما شاء الله خبرة أكثر من 20 عاما في عالم كرة اليد النسوية التونسية والعربية والإفريقية وحتى العالمية. لو أردت أن أسألك عن تقييمك لأداء عمان والمجمع الرياضي البترولي في الشوط الأول، أنا شخصيا قلت لزميلتنا رشا عبيدات أنها كانت مباراة من طرف واحد، وأنه من الصعب جدا على فريق نادي عمان أن يلحق بالفريق الجزائري. صح، أنا حسيت كونه المستوى نادي عمان نزل اليوم، لأن شفته في مقابلات أخرين كان أحسن. ثلاث انتصارات متتالية. لأنه يمكن كان خايف من المجمع الجزائري، المجمع الجزائري وهو نادي كويس وقوي، ولكن كان يكون لو كان لعبوا بالمستوى السابق للمقابلات كانت النتيجة تكون أفضل وأحسن، فيه ارتباك نتاع لاعبات. يمكن إن شاء الله الشوط الثاني يكونوا أحسن، وهذا المجمع هو نادي معروف قوي ومطعم ببعض لاعبات من تونس، ايضا عمان مطعمه بلاعبه من تونس، هذا يخلي باش المستوى يكون متقارب. حرثة قدم مباراه كبيره امام الفريق الجزائري، خسر بفارق 5 إصابات 31-26، لكن عمان اليوم بشكل مختلف. بشكل مختلف، انا شفتها حاسه اللي كون هي خايفه من المنافس، لانه المنافس ما تعرف هما لازم شافوه يلعب وحسوا اللي المنافس قوي، هذا ما يعنيش باش هما يهبطوا من معنوياتهم، بالعكس يلزم كل لاعبه تعطي ثقه في نفسها ويكون يرجع المردود الطيب اللي انا شفته عليها عمان سابقا. يقول الخبراء ان البطوله 3 مستويات، في الطابق الاول فريق المجمع الرياضي البترولي الجزائري لوحده، صراع المراكز من الثاني ولغايه الرابع بين الشرطه السوري، عمان وحرثة من الأردن، وباقي الفرق وهي الدرك من جيبوتي وأربيل من العراق تتنافس على المركزين الخامس والسادس. هذا التعديل، هذا المستوى. اليوم كيما جيبوتي احنا شجعوها اللي هي موجوده، لان عمرها ما كانت موجوده في البطوله العربيه، عمرها ما كانت بتشارك. المستويات تعرف 2-3 هما الاوائل بالنسبه للمستوى متقارب، جيبوتي والنادي الاخر متقاربين زاد اضعاف ليهم. شوف انا ما اتمنى كونوا الانديه تشارك بكثافه وفي كل بطوله تكون حاضره، باش هذا نرفعوا من كره اليد العربيه تكون عندها مستوى جيد. استثمر الفرصه ومن خلال خبراتك المتراكمه ومناصبك المتعدده في اكثر من مجال، في مجال رواد او رائدات الرياضه العربيه والتونسيه، في مجال كره القدم النسويه العربيه، في مجال كره اليد العربيه وكذلك الافريقيه، هل اخذت المراه العربيه ما تستحق من اهتمام في مجال كره اليد وفي باقي المجالات الرياضيه الاخرى؟ أتكلم على المجال الرياضي، مازال ناقص. اليوم يلزم دعم المرأة معنويا ماديا، يلزم يكون التعامل زي المرأة والرجل، زي اللاعبة واللاعب، المستحقات
في كل شيء، ما نحطوش الرجال نسببوهم على النساء. انا اليوم يلزم الراء اللي ما زالت ناقصه في 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 المستوى الرياضي، المراه ما زالت مش ماخذه حظها في المراه العربيه. لكن المراه العربيه استطاعت ان تحقق الكثير من الانجازات حتى على مستوى دورات الالعاب الاولمبيه، البطولات العالميه، البطولات القاريه. المرأة حضرت بامتياز على منصات التتويج. لا، موجودة المرأة العربية. يمكن أنا تحدثت في حاجة معينة اليوم، ولكن المرأة العربية هي ساقة الطائرة، المرأة العربية حظوظها كبيرة، المرأة العربية معناها موجودة في جميع المجالات، في جميع الميادين، في الرياضة الجماعية أي حتى الفردية مازال ناقصة شوية. كرة اليد التونسية بلغة الأرقام. كرة يعني فكرة عن كرة اليد النسوية في تونس. شو أحسن البطولة؟ أحسن من البطولات العربية، أحسن من البطولة الجزائرية، ولكن احنا هذا ما ناش راضين عليه، لأنه كرة اليد التونسية لها تاريخ كبير، الفرق بعيد بين مستوى البطولة، ولكن لليوم احنا كاتحاد تونسي نشغل باش نحسن مستوى البطولة ويكون عندنا أكثر لاعبات محترفات. بعيدا عن البطولة العربية الرابعة لفرق الأندية أبطال الدوري للسيدات، هناك بطولة 35، بطولة الأمير الراحل فيصل بن فهد للأندية العربية الأبطال في كرة اليد للرجال. تعرفنا على مواجهة غدا بين الغرافة القطري والوحدة السعودي برقان الكويتي. مفاجأة البطولة، سيقابل الفريق الجزائري في مباراتي المربع الذهبي للتحديد من سيكون على منصة التتويج يوم الخميس المقبل. كنائب لرئيس اللجنة الفنية بالاتحاد العربي، كيف تجد المنافسة في بطولة الأندية العربية للرجال التي تنافست فيها 8 فرق، 4 من المجموعة الأولى تأهلت معا إلى دور المربع الذهبي؟ كان فيه كثير مفاجآت في الدورة هذية، مع المفاجآت خلتنا ما عادش نجمو نحكمو. أنت شايف البارح الترجي الرياضي والنادي السعودي والأهلي السعودي وهكا الوحدة السعودي، شفت يعني الكورة اليوم الأندية متقاربة كثير في المستويات. الكويتي والترجي التونسي يكتفيان باللعب على المركزين الخامس والسادس، ما الذي جرى مع الترجي بطل كاس السوبر الذي ودع البطوله في الدور الاول؟ ما نجموش نقولوا ما الذي جرى، يمكن المستويات هي ارتفعت، مش تبقى كان الترجي هي الاحسن، هذا فخر الكرة اليد راهو العربيه. انا شخصيا نهني الجمعيات اللي تخدم اكثر. شكرا لك، اطلنا عليك هادية بن حسين بن تونس الخضراء، اهلا وسهلا فيك، شكرا على كل هذه الخبرات، على كل هذه المعلومات، وتمنيت لك بالتوفيق في الاداره. شكرا لك. اذا ما زلنا متواصلين واياكم دائما عبر قناه الاردن الرياضيه، عبر شاشه التلفزيون الاردني، اجواء ما بين الشوطي مباراه عمان الاردني مع نادي المجمع الرياضي البترول الجزائري. الشوط الاول انتهى جزائريا ب 19-8، فارق كبير وكبير جدا يمهد الطريق امام الفريق الجزائري ليعتلي منصه التتويج يوم الخميس المقبل. نذكر يوم غدا سيكون راحة لكل الفرق المشاركة في بطولة السيدات. يوم الثلاثاء المقبل 3 مباريات في صالة الحسن في مدينة إربد أربيل العراقي مع النبكة السوري يوم الساعة 3 عصرا، الدرك من جيبوتي مع المجمع الرياضي البترولي من الجزائر عند 5 مساء، وحرث الأردني مع الشرطة السوري عند الساعة 7 مساء. إذا مباشرة إلى الزميل صالح بن والتعليق على أجواء الشوط الثاني من هذه المباراة، ألقاكم بعد نهاية هذه المباراة. إلى الزميل صالح. إذن سيداتي آنساتي، عدنا والعود أحمد مع مجريات الشوط الثاني من هذا اللقاء. الشوط الأول انتهى بنتيجة 19-8، وبالتالي نتمنى إن شاء الله أن يكون نادي عمان حاضرا في المباراة وأن يكون حاضرا أيضا في الشوط الثاني وأن يقدم مباراة تليق باسم هذا الفريق. الفريق بإمكانه العودة، بإمكانه مباغتة نادي المجمع الجزائري بالهجمات، بأن يكون هناك تنظيم دفاعي، بأن نستخدم الأدوات المطلوبة والفاعلية الأكيدة للتسجيل والتصويب على مرمى الفريق الجزائري. إذا الآن الكرة والمحاولة عند لاعبات نادي المجمع الجزائري، ولو تصويبة قوية وهدف، هدف الافتتاح لنادي المجمع الجزائري في الشوط الثاني. آمال حمروني، آمال ترتقي تصوب
وبنجاح في مرمى نادي عمان. يانا سيتينكو المحترفة الأوكرانية وزوجة لاعب المنتخب الأردني خالد عز الدين الذي يحترف في الإمارات. هي حارس نادي عمان. هنا الآن المحاولة والكرة عند ديانا صندوقة، ولكن أيضا الكرة مقطوعة تعود من جديد لمصلحة نادي المجمع الجزائري. الدقائق الأولى وهنا الارتقاء والتصويب وأيضا التصدي من يانا سيتينكو. يانا سيتينكو، هذه يانا سيتينكو المحترفة الأوكرانية في نادي عمان، والتي بدأت الآن تتصدى للعديد العديد من الكرات المرسلة من سهام حميسي ومن رانيا علاق. هنا الآن المحاولة للدخول وللتصويب والتسديل، ولكن أيضا دفاع منظم. سارة الحلبية أبرز لاعبات نادي عمان والأكثر تسجيلا في الفريق في هذا اللقاء. هنا ديانا صندوقة تصوب ولكن لخارج الملعب. المحاولة ولكن أيضا الكرة مقطوعة تعود لمصلحة نادي عمان. هنا كرة ومحاولة وتصويب، ولكن أيضا التصدي من سهيلة عبد القادر. وهنا الكرة وهدف، هدف يأتي عن طريق هند بن عبد العزيز. لاعبات المجمع أكثر فاعلية في التصويب وأكثر دقة وقوة، لكن فريق نادي عمان أتيحت له العديد من الكرات، ولكن لغاية اللحظة لم يسجل الفريق مع مجريات الشوط الثاني. لتبقى الأمور على حالها وليبقى أيضا وتبقى النتيجة كما هي 21-8. وهنا أيضا هجمة سريعة خاطفة وارتقاء وتصويب وبنجاح من آمال حمروني. آمال حمروني، إذا رشع بدات ما تزال الأمور على حالها مع هذه الدقائق الأولى من الشوط الثاني، وما زال المجمع الجزائري هو من يمتلك القدرة وهو من يسجل ويصوب وينجح لغاية هذه اللحظات، وبفارق نتكلم الآن عن فارق تقريبا 14 نقطة. نعم، هيرم الجزاء لفريق نادي عمان. طبعا البداية فريق نادي عمان بلش الشوط الثاني كمان نفس الشوط الأول، مستعجلين البنات بحاولوا ينهوا هجمة أبكر من الأول. المفروض فيهم يلفوا الكرة مرة ومرتين وثلاثة، ما يستعجلوا. فريق الجزائر فريق دفاعه قوي، حتى في التصويب الجزاء اللاعبة ما في دقة، هو توتر ما بعرف شو بنات عمان، لكن ما في دقة في التصويب. نفس الإشي شغلهم كله على البوابة الأمامية، ما مش عم بفتح اللاعب للأطراف. أغلب الأهداف للجزائر كلها هجوم خاطف. إذا بدأنا أيضا نشاهد الفريق نادي عمان يعتمد على الكرات الطويلة لكن لا تجدي نفعا. الكرات عم تنقطع، دلالة على أنه فريق الجزائر عم يرجع على الدفاع، مش عم بيفتح مجال انه اللاعب تصل الكره للاعب اللي طالع هجوم خاطف. اجسام اطوال موجوده، الحارس شال 4 كرات من اهداف محققه نادي عمان، لكن نامل ان نادي عمان ما يتسرع. وايضا الان هاي اللاعب على الاطراف. فريق نادي عمان ايضا يلعب الان ناقص لاعبه بعد الابعاد لساره الحلبيه. نعم، بس أنا أول شغلة إنه نادي عمان عنده لاعب مميزة ورائعة جدا، لكن عندها إصابة لاعبة سارة عباسي اللي تمنى لها الشفاء العاجل. انصابت أثناء الدوري، لاعبة مميزة تمتلك خبرات عالية جدا، مهارة عالية، افتقدتها صراحة نادي عمان في هذه البطولة. لو كانت لكان لها يعني رأي، يعني ممكن تعمل إشي كويس لهذا الفريق. إذا الآن الكرة من جديد لمصلحة نادي عمان، والرمية أيضا الجانبية عند تالا الفقهاء.
وهنا ايضا الى ناخذ الرواجده وكرات عايش المجاري، ولكن ايضا الكره مقطوعه، وهنا ايضا شاهد سهام حميسي وهدف. سهام حويسي صوب وبقوه في مرمى يانا سيتينكو. شاهدوا اللقطه، شاهدوا هنا التصويبه القويه، وبالتالي الان 23 مقابل 8 اهداف. نتكلم الان عن 6 دقائق، ولكن نادي عمان لم يستطع ان يسجل اي هدف في هذا الشوط، الشوط الثاني، مع تألق واضح وكبير في هذه اللحظات من نادي المجمع الجزائري الذي ينجح بالتصويب من الميمنة ومن الميسرة وأيضا من العمق. وهنا أيضا نشاهد الإبعاد، وبالتالي نادي عمان المصائب لا تأتي فرادى، وأيضا الفريق يعاني الأمرين بالأخطاء وبالأهداف وبالإبعاد المتكرر على لاعبات الفريق. وهنا تصويبة قوية، تصويبة قوية من أمال حمروني، حقيقة أمال حمروني وسهام حميسي هما فريق بحد ذاتهما، يعني ما شاء الله بالأهداف، بالتغطية الدفاعية، بالسرعة، بالتنظيم، ما شاء الله. وبالتالي فارق، وأحدثنا حقيقة فارق كبير مع نادي المجمع الجزائري. هنا كرة ولكن أيضا مقطوعة وتصويبة، ولكن تصطدم بحائط التصدي وحائط الدفاع. وهنا كرة وهدف، هدف عن طريق إلهام إغريسي. يعني الشوط الأول يبدو أنه كان أفضل حالة من الشوط الثاني. فريق عمان مش عم يتأنى في تدوير للكرة، عم بيستعجل في إنهاء هجمته. هذا كله بيؤدي إلى الهجوم الخاطف وإحراز هدف. عندنا لاعب رقم 7 من فريق التونس، فريق الجزائري، لاعب محترفة، مهارة عالية. لاعبات نادي عمان يفترض فيهم يتأنوا. لاعب نازع الدائرة. إذن الآن الكرة في وسط الملعب، محاولة عن طريق سارة الحلبية، ولكن أيضا الخطأ، والهجمة تتحول إلى نادي المجمع الجزائري. شاهدوا السرعة وشاهدوا الهدف. بثلاث كرات استطاع نادي المجمع الجزائري أن يسجل الهدف. وهنا أيضا نشاهد تايم أوت، تايم أوت فريق نادي عمان عشان أقل ما فيها يعني يعالج الأخطاء، ما يتسرعوش. الفريق مش عم برجع يدافع صراحة، الأغلب يعني أنا ما شفت صراحة نظمة مهجمة، الهجمة منظمة لفريق الجزائري. أغلب الأهداف اللي إجت على نادي عمان كلها هجوم خاطف، نتيجة الاستعجال في إنهاء الهجمة، نتيجة عدم فتح المسار للاعبات الأجنحة. نادي عمان مصر إنه يدخل من البوابة الأمامية في انهاء الهجمه. ونشاهد ايضا حقيقه المدرب محمد فضل، شاهدوا العدم، علامات عدم الرضا، التوجيهات وايضا الاسئله التي تطرح للاعبات نتيجه لعدم القبول بهذا الاداء الهزيل وهذا الاداء الذي لم يكن بالحسبان عند فريق نادي عمان الذي قدم 3 مباريات كانت قويه جيده. الفريق يمتلك 6 نقاط، وبالتالي ان تدخل هذا اللقاء و تخسر بهذه النتيجة الكبيرة، نتكلم عن 26 مقابل 8، وبالتالي هي نتيجة غير مقبولة. ونتمنى إن شاء الله العودة من فريق نادي عمان، وأن يكون له حضورا في هذا اللقاء، فكل شيء بالإمكان. وهنا محاولة وتصويبة وهدف جميل، هدف رائع وجميل. عايشة المجاري، عايشة المجاري سوبت وسددت وبنجاح. وبالتالي إذن الآن يأتي الهدف بعد 9 دقائق مضت من الشوط الثاني. هذا هو الهدف الأول مع الشوط الثاني لنادي عمان، 26 مقابل 9. وهنا إذن الآن محاولة إلهام غريزي، وكرة وتصويبة قوية، آمال حمروني تصول وتجول وتسجل وبسهولة في مرمى يانا سيتينكو.
طبعا فريق الجزائري عم بدافع مش على الستة، طالع للاعبات على خط التسعة دلالة على يقطعوا منهم الكرات، فعلا قطعوا منهم كرات مش عم يفتحوا مجال انهم يدخلوا على خط الستة، فهجوم خاطف لفريق الجزائر. صراحة نتيجة قاسية لفريق نادي عمان، بدي يعني دقيقة تاسعة والفرق يعني 27-9. أتوقع أنه فريق نادي عمان فاقد التركيز تماما، غائب عن المباراة. هو الفريق صراحة فقد البوصلة منذ الدقائق الأولى من عمر هذا اللقاء، ولم يستطع العودة، ولم يستطع أيضا أن يجاري فريق نادي المجمع الجزائري. وهنا أيضا تصويبات ليست بالدقة المطلوبة، وكرة ومحاولة وهدف. نشاهد الآن إماد دراج تنجح بإضافة هدفين بطريقة يعني سهلة جدا، وبالتالي هذا ما يعيب على فريق نادي عمان هو التكتيك وكذلك الانضباط الدفاعي في المنطقة الخلفية والتغطية والرقابة اللصيقة على لاعبات نادي المجمع الجزائر. شاهدوا الآن لاعبتان ونجاح في نهاية المطاف بهدف. إذن الدفاع غائب والتنظيم الدفاعي ليس بالشكل الأمثل في هذا اللقاء. كرات مقطوعة عند لاعبات عمان في تمرير الكرات عندهم، كل هذا برجع لنادي عمان بالهجوم الخاطف. نادي عمان يفترض يلعب على الأجنحة، يفتح اللعب، يهدي في إنهاء الهجمة، ما يستعجل. هنا أيضا الآن المحاولة والكرة من ديانا صندوقة وهدف، هدف. إذن 30-10 والفارق إذن 20 هدف. وهنا نادي المجمع الجزائري الذي يريد أن يقتنص نقطتين ثمينتين، وبالتالي يقترب من حسم هذه البطولة. وهنا تصويبة وقوية، هذه التصويبة إيمان دراج حقيقة في الشوط الثاني جاءت الأهداف مجمع الجزائري عند هذه اللاعبة، وبالتالي يجب أن يكون هناك رقابة لصيقة على هذه اللاعبة التي دائما وأبدا ما تجد الطريق السهل للمرمى. هنا أيضا محاولة والرقابة اللصيقة أماني الجمالي، المحاولة وهنا كرة وتصويبة، ولكن أيضا تصدي بشكل جميل من تنيهان صالحي حارسة مرمى المجمع الجزائري. وهنا أيضا الكرة المقطوعة والهجمة الخاطفة السريعة، أماني الجمالي، أماني وهدف، هدف يأتي عن طريق أماني الجمالي، هذه صاحبة هذا الهدف. 31-11 هنا الإعادة، وأيضا حضور جماهيري هنا في صالة الأميرة السمية لمتابعة كلا الفريقين. هنا محاولة وتصويبة قوية، تصويبة قوية من سهام حميسي وأمال حمروني وإيمان دراجي، أبرز لاعبات المجمع الجزائري في هذا اللقاء. أغلب الأهداف دائما وأبدا ما تأتي من هذه اللاعبات. وهنا أيضا رمية 7 أمتار لمصلحة ديانا صندوقة، هذه ديانا صندوقة أعثرت وبالتالي تحصلت على رمية 7 أمتار. وأيضا نشاهد عائشة المجاري الآن على التنفيذ، عائشة تصوب وبنجاح، 32-12. سنديانا صندوقة لاعبة نادي عمان. وهنا أيضا الهدف يأتي عن طريق سهام حميسي. طبعا إذا بتلاحظ أستاذ أنه الجناح الشمال مش عم تصلوا كرة من مرة، دلالة على أنه اللعب كله بالاتجاه البوابة الأمامية. يفترض اللاعب تعطي باص للاعب الجناح، لاعب سجلت هدف عن طريق لعبة الدائرة سارة حلبية. يا
يعني حقيقة بهذه النتيجة الكبيرة المجمع الجزائري أجهز على فريق نادي عمان واستطاع أن يحسم الأمور مبكرا، هكذا هو العنوان الأبرز لهذا اللقاء. نعم صحيح، فريق الجزائري يعني بإنهاء مباراة اليوم على نادي عمان خلص هو راح يكون بطل بطولة الأندية العربية. نشاهد أيضا الآن دخول ليما أبدأ كحارسة لنادي ومرمى نادي عمان، حارس المنتخب كمان لينا، حارس المنتخب الوطني. وهنا أيضا المحاولة أمامي الجمالي، شاهدوا اللقابة الرصيقة وشاهدوا أيضا الدفاع المنظم لدى نادي المجمع الجزائري. هنا محاولة للتصويب وأيضا خطأ، حتى البنية الجسمانية وأيضا الإعداد الأمثل وأيضا الخبرة تصب لمصلحة نادي المجمع الجزائري الذي يمتلك كل أدوات النجاح ويمتلك فريق قوي وفريق منظم، وبالتالي هو الآن يتفوق بنتيجة 33 مقابل 13. وهنا رمية 7 أمتار وكرة وتصويبة قوية من عايش المجالي، هذه اللاعبة التي دائما وأبدا ما تنجح في تنفيذ مثل هذه الكرات. نادي المجمع الجزائري الآن يحاول الاختراق والتصويب، وأيضا برافو رقابة لصيقة من ناهد الرواجدة، هذا هو المطلوب أن تكون هناك رقابة وأن تكون هناك قوة في التصدي لهجمات نادي المجمع. ولكن أيضا الحكم يحتسب رمية 7 أمتار، سهام حميسي تصوب وتنجح أيضا، كانت محاولة من ليما أبدأ بالتصدي ولكن الكرة قوية وتتهادى في المرمى معلنة الهدف 34، إذن 34 مقابل 14 وما زال فارق 20 هدف وما زال عمان يبحث عن تقليص الفارق. وهنا كرة وتصويبه ولكن أيضا الهجمة تتحول من جديد لفريق المجمع الجزائري، وهدف هدف لإيمان دراج، ما شاء الله لاعبة مهارية ولاعبة تمتلك ما شاء الله قبضة حديدية في التصويب على المرمى. أستاذ أي كرة يصدها الحارس المرمى تطلع فاست بريك علينا، دلالة على أنه إيد اللاعب الحارس المرمى ما شاء الله بتعطي لاعب من إيدها لإيد اللاعب المصوبة على مرمى نادي عمان. طبعا أكثر من 3 كرات نزلت على الدائرة، سارة حلبية مش عم تستفيد منها، برجع لنا فاست بريك. أي لاعبة مبدعة رقم 19، 4 أهداف متتالية من هذه اللاعبة في الهجوم الخاطئ. يبدو أن نادي عمان استسلم للنتيجة نتيجة ثقيلة وقاسية صراحة، حقيقة لم تكن بالحسبان، ولكن هي دروس وعبر نتمنى أن تستفيد منها لاعبات نادي عمان وأن يستفيدن أيضا من الخبرات ومن هذه المباريات. وهنا كرة وتصويبة قوية من سهام حميسي، يعني مباراتهم مع نادي حرثة انتهت فرق 6 صراحة للمباراة، بس صراحة فريق حرثة كان منظم أكثر من نادي عمان، كان عنده مهارات أحسن، قدر جاري فريق الجزائر، لكن فريق الجزائر يعني فريق ما أتوقع أن حدا يقدر يعني ينافسه على هاي البطولة، وعنده أغلب عنده 6 لاعبات مش جايات على البطولة لظروف خاصة، المدرب حكالي عنده امتحانات جامعة، ففي 6 لاعبات أساسيات مش جايات على البطولة، وأيضا 3 لاعبات في المنتخب في منتخب الجزائري، وهو أيضا الفريق يعد من فرق المقدمة في دوري الأندية الجزائرية للسيدات. وهنا محاولة أيضا، ومعروف أن كرة اليد الجزائرية والمشاركات القوية لهذا المنتخب والحضور الذي دائما وأبدا ما يكون قوي للجزائر في المحافل الدولية والإقليمية في كرة اليد، حقيقة عندما تشاهد فريق المجمع الجزائري تشاهد فريق قوي متمرس لديه الخبرات لديه المهارات المطلوبة
فريق متكامل، فريق يلعب بانضباطية، وبالتالي الآن يتفوق ويتقدم بهذا هذا اللقاء. نتكلم الآن عن 37 مقابل 14 و11 دقيقة تقريبا على نهاية مجريات هذا اللقاء. الحارس البديلة لما أبدأ التي دخلت بدلا من يانا ستينكو المحترفة الأوكرانية في نادي عمان. فريق الجزائري عم بيلعب نفس ما بلش المباراة، مش عم يرحم، بدافع قوي وبهاجم قوي، هجومه سريع، مش عم يفتح مجال لنادي عمان انه يعني بالهجوم، قطع كرات، هجوم منظم سريع. حقيقة لو تحدث كابتن رشع بيدات، ماذا ينقص كرة اليد الأردنية لكي تشارك بقوة ولكي تعد فرق تنافس على ألقاب وليس فقط للمشاركة؟ المفروض انه عندنا بالأردن لازم يكون عندنا تدريبات أكثر للفرق، يكون عندنا دوري مستمر باستمرار، عندنا دوري، عندنا كأس، بطولة واعدين. احنا عندنا هلا مراكز واعدين شغالة، عم نشتغل على مراكز الواعدين على الفئات العمرية الصغيرة، عم ننشأ أجيال جديدة نقدر احنا في المستقبل نكون موجودين على الساحة. لازم يكون عندنا مشاركات خارجية، تدريبات مستمرة لتجميع منتخبات، المفروض يكون عندنا كمان انه عناصر الاحتراف موجودة عندنا، أعمار عندنا صغيرة عم تبلش في كرة اليد. نحن بنأمل في مراكز الواعدين الأجيال الجاي جديد إن شاء الله يكون إحنا زي ما تحكوا إنه أعمدة الأندية والمنتخب، فإن شاء الله إنه ربنا يعني يأخذ باليد ونكون عندنا فريق كويس لنجاري فيها الفرق الأخرى. ماذا استفاد نادي عمان ونادي حرثة من هذه البطولة؟ أكيد استفاد إنه زاد أغلب لاعباته كلاعبة عند مباراة يعني دولية، زاد الثقة عند بعض اللاعبات إنه لعب مباراة مع فرق يعني تحترم زي فريق الجزائر، فريق يعني أي لاعب بطمح إنه يعني لعب مباراة سواء داخلي ولا خارجي مع فريق زي فريق الجزائر، فريق أربيل، فريق النبكي السوري، طبعا فريق يحترم فريق النبكي السوري، فريق الشرطة كمان بطل الدوري في سوريا، مشاركي في البطولة البطل والوسيط، فريق أتوقع هتكون مباراة قوية بين فريق النبك والشرطة السوري، فريق بطل في سوريا وفريق النبك هو وصيف، أتوقع راح تكون مباراة يعني نارية لهذول الفريقين، وكذلك مباراة نادي عمان ونادي حرفة أتوقع يكون في نت كمان كويس، لأنه أغلب اللاعبات متعودات على بعض في اللعب، أغلبهم منتخب سواء في نادي عمان أو في نادي حرفة، لاعبات يخدموا في المنتخب الفريقين، أتوقع راح يكون في حضور كويس. عدم التركيز في تصويبات نادي عمان هذا يثقل علينا النتيجة، عدم التركيز في التصويب على المرمى يؤدي إلى إحراز هدف من نادي الجزائر على فريق نادي عمان. هل نستطيع أن القول بأن الفريق الفائز من هذا اللقاء وهو لغاية هذه اللحظة هو المجمع الجزائري، هل هو الفائز بلقب هذه البطولة أم ليس الأمور بهذا السوء؟ لا، الأمور محسومة لفريق نادي الجزائر. الجزائر فريق يعني من أول ما يجي على البطولة هو بلعب بحرارة بندية، مش مستسلم، عم بلعب يعني وكأنه مباراة يعني متعادل فيها، عم بيحكوا مع بعض اللاعبات، عم بتحركوا على الكرة يعني بطريقة حلوة كثير، مش عم يفتحوا مجال للاعبة تسيطر تمسكها حتى في تعمل لها ديفنس، بيلعبوا في راحتهم، يعني لاعبة عم ترتقي من خارج التسعة ما فيش لاعب من لاعبات عمان عم بيطلع لها بلوك، دلالة عنهم بيلعبوا براحة أكثر، مسيطرين على الوضع أكثر منا، ماخذين ثقة أكثر من لاعبات عمان. وأيضا نشاهد الحضور الجماهيري الذي يزحف خلف الفريق، فريق مجمع الجزائري حقيقة هنا في صالة الأميرة سمية، هذه الصالة التي تستقطب والتي دائما أبدا ما تنجح في تنظيم البطولات، وأيضا التجمع العربي هنا بمشاركة 7 أندية تشارك في هذه البطولة للسيدات، نادي حرثة ونادي عمان ونادي النبك ونادي الشرطة
وأيضا نادي المجمع الجزائري، وبالتالي إذن أندية تشارك، ونتمنى إن شاء الله أن تكون الخبرة واكتساب الخبرة في مثل هذه البطولات لدى لاعباتنا، وأيضا أن يكون دائما وأبدا النجاح حليفة تنظيم مثل هذه البطولات التي تعود بالفائدة على كرة اليد وأيضا على جميع الألعاب. قبل هذه البطولة كانت بطولة كرة الطائرة للناشئين للمنتخبات العربية، وهي البطولة التي أقيمت هنا في صالة الأميرة سمية. هذه الصالة التي أيضا استضافت بطولة آسيا للناشئين وبطولة الأندية الآسيوية. حقيقة اتحاد كرة اليد يقوم بأداء رائع بتنظيم بطولات إقليمية ودولية لتعود الفائدة على كرة اليد الأردنية. وهنا محاولة للتصويب ولكن أيضا الخطأ ورمية السبعة أمتار. والمتخصصة في مثل هذه الكرات هي عائشة المجالي. إذا رمية السبعة أمتار، ودائما وأبدا ما تنجح عائشة المجالي في التسجيل. ولكن أيضا أن الفريق المجمع الجزائر الآن يقوم بتبديل الحارس ودخول أحلام بو هلال. والمحاولة والتصويب ولكن خارج الملعب. حتى رمية سبعة أمتار دائما لا تفلح فيها لاعباتنا، وبالتالي الآن النتيجة 39 مقابل 15 و 6 دقائق تقريبا على نهاية مجريات هذا اللقاء. ومحاولة للتصويب وكرة وهدف. إذا ما تصدت إيمان دراج للتصويب فالهدف لابد أن يأتي. نعم برمية سبعة أمتار عن اللاعب عائشة موفقة في رميات الجزاء. أنا مش عارف ليش ما شادت الكرة، يعني قلة دينا صندوق اليوم ما يعني حاسة أنها غايبة عن اللقاء المباراة. بس بدنا نقول لشغلة إنه في مباراة يوم الثلاثة راح تكون في أربد، راح تكون أغلب الفرق راح تكون مباراتهم يوم الثلاثة في أربد، راح يكون في حضور جماهيري للبطولة، راح يكون فريق حرثة يلعب مع الجيش السوري مع الشرطة السوري، فراح يكون هناك جماهير تأتي لمساعدة وتشجيع نادي حرثة في هذه البطولة. نتمنى التوفيق لنادي حرثة ولنادي عمان والتنافس أيضا على أشده على المركز الثاني. أتوقع أنه منافسة بين نادي عمان ونادي حرثة على المركز الثاني، لكن ما بنعرف. فريق عمان فريق عنده عناصر جيدة، مباراة اليوم لا تقاس كونه أنه فريق الجزائر فريق مهارته عالية، عنده لاعبات رائعات جداً. فريق عمان وحرثة فريق قريبين من بعض، عندهم نفس الإمكانيات اللاعبات. نتمنى نشوف مباراة حلوة وجميلة بين فريقي نادي عمان ونادي حرثة في بطولة الأندية، ونتمنى كذلك أيضا أن يكون الوصيف أردنيا إن شاء الله، سواء كان نادي عمان أو نادي حرثة. بالضبط فريقنا فريق إحنا ممثل حرثة وعمان ممثل بطولة الأندية العربية، نتمنى أنه فريق منهم يعني يكون هو الوصيف. بالنهاية إحنا كنا فريق واحد بلد واحدة، فإن شاء الله يكون أنه إن نصيب بالفريق الأردني سواء عمان ولا حرثة في الوصافة. هنا أيضا الخطأ كما يقول الحكم لمصعد أماني الجمالي. ومحاولة وتصويبة ولكن أيضا خطأ. رمية سبعة أمتار. خطأ لأماني الجمالي وبالتالي أيضا رمية السبعة أمتار. حقيقة العديد من الكرات التي أتيحت برمية السبعة أمتار لفريق نادي عمان، ولكن الفريق أيضا لم يستغل مثل هذه الكرات، وآخرها هذه الكرة التي صوبتها أمان الجمالي وصدتها فاتن حمايد هي اللي أهدرت رمية الجزاء. يمكن اللاعب مش عم بيشوف الهدف.
يعني هدف سهل يجي على فريق نادي عمان، بالمقابل نادي عمان عم بيلاقي صعوبة في تسجيل هدف للتقدم. الآن الهجمة والمحاولة عند نادي عمان الذي يحاول أن يستغل الدقائق الأخيرة لتقليص الفارق 41 مقابل 15، وهنا أيضا نشاهد الخطأ وثلاث دقائق تقريبا على نهاية مجريات هذا اللقاء، وهنا أيضا تصويبة ومحاولة ولكن إلى خارج الملعب. الآن المجمع الجزائري يبحث عن الهدف الثاني والأربعين، وهنا تصويبة قوية، تصويبة قوية مريم بو كعبان. حقيقة أبرز ما يميز المجمع الجزائري هو التصويبات القوية على مرمى وشباك نادي عمان التي دائما وأبدا تكون في الدقة المتناهية وبالقوة المناسبة. بالتأكيد بنت عم تطلع من خط التسعة شايتة على المرمى براحتها، ما فيش مدافع يقابلها يمنع الهدف، بالمقابل انه فريق الجزائر مش عم بيفتح مجال للاعبة تصل خط التسعة متر، دلالة على انه دفاعهم دفاع قوي فريق الجزائر. الهجمة الآن من جديد للمجمع الجزائري، وأيضا الخطأ وهدف ملغى. سهام حميسي اللاعب التي تحمل الرقم 6 على الجهة اليمنى، وهنا المحاولة والكرة مقطوعة لنادي عمان على الجهة اليسرى، التقدم والسرعة ولكن أيضا الكرة مقطوعة، تعود من جديد لمصلحة نادي المجمع الجزائري الذي يحاول الآن من الجهة اليسرى بكرة وتصويبة قوية في المرمى، كرة قوية جاءت من سارة بنابي، وبالتالي الآن 43 مقابل 16 ودقيقة على نهاية مجريات هذا اللقاء. الفريق الجزائري بشجع فريقه مبسوط على نتيجة المباراة، فريق الجمهور يعني الموجود وراء فريق الجزائر فريق يحترم بشجع فريقه وعم يبارك له أكيد لهذا الإنجاز الرائع. الآن هنا أيضا المحاولة والكرة من الجهة اليسرى عند إلهام غريزي، تحول الكرة على الجهة اليمنى، محاولة ولكن أيضا كرة تذهب من جديد لمصلحة نادي عمان. هنا الإعادة للهدف الذي سجل عن طريق طاهر الفقاء. هنادي هنا محاولة بالتصويب ولكن أيضا الكرة تصطدم بالقائم، ومرة أخرى التصدي من حارس المرمى أحلام بوهلال. إذن نبارك لفريق نادي المجمع الجزائري الفوز بهذه النتيجة 43 مقابل 17. كنا نتمنى ونمني النفس أن يكون نادي عمان بمستوى أفضل وأن يجاري فريق نادي المجمع الجزائري، ولكن قدر الله ما شاء فعل. الخسارة بنتيجة ثقيلة وكبيرة وصلت ل 43 هدف مقابل 17، وبالتالي أن نشاهد فرحة كبيرة للجماهير الجزائرية الحاضرة هنا في صالة الأميرة سمية رشع بدات. خلاصة المباراة، فريق الجزائر فريق منافس للبطولة، فريق متكامل، أتوقع يعني الفريق يعني حصل على بطولة الأندية، تجاوز فريقين يعني بين فريق نادي عمان ونادي حرثة، لكن فريق عمان صراحة فريق يعني يحترم، عنده لاعبات ناشئات جديدة، عنده يعني مدرب كويس الكابتن محمد فضل الله يعطيه ألف عافية، الكابتن نادر مساعدتهم كمان مها حرز الله، يعني كان لهم جهود، لكن الحمد لله ألف مبروك لفريق الجزائر وهارد لك لفريق نادي عمان. إذن ما تبقى لنا إلا نشكر الكابتن رشع بيدات على هذا التحليل وعلى هذه الإطلالة الفنية، ونتمنى أيضا التوفيق لنادي حارثة
ولنادي عمان في قادم المباريات. ونتمنى أن يكون الوصافة لأردنية بالامتياز. كان معكم في التعليق على أحداث هذا اللقاء معلقكم صالح الغبين، وما تبقى لنا الآن إلا أن نترك الصوت والصورة للزميل محمد قدري حسن في أرضية الملعب. البترولي الجزائري الفوز الرابع على التوالي والاقتراب اكثر فاكثر من نيل لقب هذه البطوله العربيه الرابع للانديه ابطال الدوري للسيدات لكره اليد المتواصل هنا في العاصمه الاردنيه عمان حتى يوم الخميس المقبل. هذه اول خساره تلحق بفريق نادي عمان بعد 3 انتصارات متتاليه خلصت.